طيب ايه ماشي، نقول بسم الله الرحمن الرحيم، نبدا على طول. انتربريتنج كلتشر انليتشنج باور اوف ام اي سي والجين اكسبورت. احنا المحاضره هتبقى فيها ديسكشن حوالي 5 أو 10 دقائق هشرح فيها بسرعه، وبعد كده في اكزامبلز علشان خاطر نفهم ازاي نتعامل مع الكالتشر زي ما دكتور خالد طلب. اتفقنا؟ طيب دي الديسكلوجر. طبعا البكتيريا احنا عارفين جرام ستين، في جرام نيجاتيف اللي هي لونها بامبي، جرام بوزيتيف لونها بنفسجي، هننط الكلام ده. جرام بوزيتيف بكتيريا طبعا الباسيلاي والكوكاي والستريبت والستاف، جرام نيجاتيف بكتيريا هي الاهم، هي اللي بتقرفنا في شيتنا في المستشفى. لكن عايزين نتكلم على الاسكيب باثوجنز. الاسكيب هي البكتيريا الريزيستنت اللي بتقرفنا في المستشفى. الاي انتيروكوكاس فيسيام، الاس اللي هي ستاف اوريس، كي كليبزيلا نموني، ايه اسنيتوباكتر، بيزو دوموناس ايروجينوزا وانتيروباكتر. دي ليها مالتيبل ريزيستنس ميكانيزمز. الريزيستنس ميكانيزمز اللي عندنا هي يا اما ان الانتي بايوتيك ما ينفعش يدخل اللي هي امبرميابيليتي، او يبقى التارجت بتاعه يحصل فيه تغيير اللي هو التارجت او موديفيكيشن، او ان يبقى فيه عندي افلوكس بامب يعني الانتي بايوتيك يدخل البكتيريا تخرجه بره، او ان يحصل انكتيفيشن يعني الانتي بايوتيك لما يدخل يلاقي فيه بيتا لاكتاميز يقصوا نصين يفلقوا يقوم الانتي بايوتيك ما يشتغلش. دي اشهر الريزيستنس ميكانيزمز اللي عند البكتيريا، والبكتيريا ممكن يكون عندها وان ريزيستنس ميكانيزم او مالتيبل، يعني ممكن يكون عندها اثنين او ثلاثه او اكتر من كده. دي اهم حاجه اللي طلبها دكتور خالد هي البيتا لاكتاميزز اللي هي الانزيمز اللي بتقص البيتا لاكتاز. احنا عندنا البيتا لاكتاميزز جينيريشنز متقسمين بالامبلر كلاسيفيكيشن على الشمال لاي وبي وسي ودي. اهم حاجه نبقى عارفين ان ايه من اول البنسلينيز اللي بيقص البنسلين ولغايه لما يوصلنا بالسيفالوسبورينيز والكاربابينيميز اللي بتقص الكاربابينيز. احنا لو عندنا بنسلينيز يبقى هيخلي البنسلين ما يشتغلش، هيقصه يفرقه نصين. طب لو عندنا احنا اخترعنا اكستندد سبيكتروم بيتا لاكتام، البكتيريا يبقى عندها اي اس بي ال اكستندد سبيكتروم بيتا لاكتاميز اللي هم السطر الثاني تام وشاب، والسطر الثالث تام 24 وشاب 12 وسي تي اكس ام 15. سي تي اكس ام ده اشهر انزيم من البيتا لاكتاميزز، وده اللي بيبقى ديتكتد بالبايوفاير. فعلشان ده اشهر بيتا لاكتاميز فاحنا ده اللي بنيجي ندور عليه. يبقى معنى كده ان ممكن البكتيريا تكون عندها بيتا لاكتاميز ثاني مش موجود في البايوفاير عشان نبقى عارفين، لكن احنا بندور على الاشهر او اللي موجود كتير. بعد كده في عندنا في الكاربابينيميزز الكلاس اي اللي هو الكي بي سي، وده الاشهر كاربابينيميز موجود عند البكتيريا في امريكا او غرب اوروبا. عندنا كلاس بي او الميتالو بيتا لاكتاميز اللي احنا بنشرح دايما بنقول كانه مقص حديد مقص معدن، هو اللي بيفلق الانتي بايوتيك. ده اللي منهم الامب والفيم والان دي ام. يبقى امب او ان دي ام او فيم دول اللي هم الاميبينيميز او اللي اكتشف في فيرونا او اكتشف في نيودلهي. يبقى هدفنا دول ان دول الكاربابينيميزز الميتالو اللي بتحتاج انتي بايوتكس معينه مختلفه عن الانتي بايوتكس اللي بتشتغل على الاي بي سي. بعد كده في كلاس سي اللي هو من الام بي سي، ده واحد من السيفالوسبورينيزز، ولكن احنا بيبقى سنسيتيف للسيفيبيم والبيبراسيلين تازوباكتام، وفي قصص كتير كده هنقولها واحنا ماشيين في الحكايه. واخر حاجه في الكلاس دي اللي هو اوكسوسيلينيز 48، وده اللي موجود برضو في البايوفاير او في الجين اكسبورت كاربا ار. الاكزامبلز اللي محطوطه تحت على واحد تام 1 اللي هو واحد من الايرلي بيتا لاكتاميز، هتلاقي لو شفت المزرعه ان الاموكسيسيلين ريزيستنت، امبيسيلين ريزيستنت، سيفازولين اللي هو فيرست جنريشن ريزيستنت، وسيفاليكسين فيرست جنريشن ريزيستنت. طب لو بقى عندك اي اس بي ال اللي هو المثال الثاني، ده واحد من الاكستندد سبيكتروم بيتا لاكتاميز، وهيكسر لك الايرلي بنسيلينز، هيكسر لك الامبيسيلين سالباكتام والاموكسيلين كلافيولانيك، هيكسر لك فيرست وسكند وثيرد جنريشن سيفالوسبورون، واللي هيقف قدامه عاده يكون الكاربابينمز او البيبراسيلين تازوباكتام ماشي، او السي في بي. الان دي ام بيكسر كل حاجه كما سبق ما عدا ان هو بيبقى سنسيتيف للاستريونام. يبقى الاستريونام ده هو بيكون قوي جدا على الان دي ام، ولكن الاستريونام ده على الرغم من ان هو بيقدر يقاوم الان دي ام الا ان هو بيتكسر بالبيتا لاكتاميز. فلو بكتيريا عندها ان دي ام واي اس بي ال تاني
هيبقى هو قوي قدام الان دي ام لكنه ما يقدرش يقف قدام الاي اس بي ال، فيقوم الايه الاي اس بي ال يكسره بقمه في السهول. علشان كده بنحتاج ان احنا نعمل سيفتازيديم افي باكتام مع الاستريونام علشان خاطر الافي باكتام، مش السيفتازيديم، الافي باكتام هو اللي بيحمي الاستريونام ان هو بينهبت الاي اس بي ال. يبقى الافي باكتام بينهبت الاي اس بي ال ويوم الثاني الاستريونام ايه يشتغل. يبقى دي الفكره. يبقى معنى الكلام اللي انا بقوله ان احنا في بيبر احنا شغالين عليها ان مش بس الابيباكتام ممكن يشتغل مع الاستريونام، لا ده في انزيم انهبيتورز ثانيه تقدر انها تشتغل زي الكلافيولانيك اسيد. وكان في عندنا عيانه الشهر اللي فات هننشر الحاله دي باذن الله، ادينا له كلافيولانيك اسيد مع استريونام وعمل نتيجه مذهله. وده مش بيزد على جاست ريسيرش، لا انا خدت الايسوليت بتاعه قبل ما اجرب عليه وعملت له تيستينج ولقيت ان الكلافيولانيك اسيد هينجح مع الاستريونام ان هو يحميه من الاي اس بي ال اللي عند العيان ده. وبكده قدرت ان انا بدل ما ادي العيان دواء ب 5000 جنيه في اليوم اديته دواء ب 20 جنيه في اليوم. ليه؟ عن طريق ان انا قدرت ان انا انهبت البيتا لاكتاميز بالكلافيولونيت. هل ده لكل العيانين؟ الاجابه لا، لان في عيانين بيبقى الكلافيولونيت مش هينفع. في بكتيريا بس ده قصه كبيره هيبقى لينا قاعده مره، مين اللي بيبقى انهبت بالكلافيولانيت ومين اللي انهبت بالتازوباكتام ومين اللي بنهبت بالافيباكتام. وان كان افيباكتام از ذا برودس لكن انا قدرت ان انا اوفر للعيانين شكل البكتيريا اللي عندها ان دي ام هيبقى الاستريونام سنسيتيف وريزيستنت لكل حاجه، وانما الكي بي سي هيبقى ريزيستنت لكل حاجه زي ما احنا شايفين في الايه في الكالتشر. طب بس الكي بي سي انا عندي ليها حل اللي هو السيفتازينيم افيباكتام والميروبينم فابروباكتام والاميبينم ريليباكتام، ولكن الاميبينم ريليباكتام والميروبينم فابروباكتام انا ما اظنش ان هم ينزلوا مصر. ليه؟ لان هم بيموتوا كي بي سي بس ما يموتوش اوكسا، فما هم ما لهمش دور او ما لهمش منافسه قدام الايه؟ قدام السيفتازينيم افيباكتام. فالسيفتازينيم افيباكتام مور برود وهو موجود فما اظنش الدواء ده هينزل قدام. انا كدكتور انفكشس ديزيز لما بيجي لي عيان عنده مالتي دراج ريزيستنت اورجانيزم بفكر ازاي؟ اول حاجه بفكر فيها ان انا ادستنجويش كولونايزيشن فروم انفكشن، يعني لازم افرق ان العيان ده عنده كولونايزيشن ولا انفكشن. ليه؟ لان كتير قوي تبعت عينه يورين كلتشر يكون العيان كولونايزد بالايه في القسطره، تبعت سبيوتم كلتشر يكون كولونايزد الايه كولونايزد الاندوتريكيال تيوب ولا حاجه، فده ما يبقاش ترو انفكشن. فيبقى اذا اول حاجه تعرف هل انا بعالج انفكشن ولا لا، ولا انا مجرد بعالج تحليل. بعد كده ان انا لازم بستعمل الاكستندد انفيوجن، وان كان الايفكت بتاعها او تاثيرها البيبرز اتكلم على انه قل شويه في اخر ايه قل شويه في اخر إيه اسبوعين بعد الاي دي اس اي جايد لاينز الجديده لما بتحاول انها تبعد عن الايه اليوز اوف ميروبينم انفيوجنز. بعد كده ادجنكتيف ثيرابي، ودي الخناقه اللي انا دايما بتخانقها، دايما بقول ايه يا ابسس الجراح شيله، يا اما واحد اميون كومبرومايز وقف الاميون سابريشن. الخناقه التقليديه وقف الاميون سابريشن، لا احنا عايزين اميون سابريشن مهم، لكن دي الريفرسال اوف اميون سابريشن مهم. والسلايد دي انا واخدها من دكتور رام جوبال كريشنا اللي هيبقى موجود مصر بعد شهرين، ده من اكبر الدكاتره في العالم في الانفكشس ديزيز، هو اللي اداني السلايد عشان الوقت. بعد كده لازم استعمل اعرف الريزيستنس ميكانيزم exactly واعرف الام اي سي، وده هنقوله ازاي عن طريق الكارب ار او هنستعمل مالتي تافل سنسيتيفيتي. ولازم ادي الجرعه الصح من الاول واظبط البي كي بي دي، ومعانا دكتوره نرمين انا سامعها اهو علشان خاطر نشوف ازاي تظبيط الجرعه الصح علشان خاطر ندي الايه العلاج مظبوط. واخر حاجه الكومباينيشن ثيرابي، والكومباينيشن ده فايدته ايه؟ فايدته علشان تو بروفايد سينرجي بريفنت ايمرجنس اوف ريزيستنت و تو برودن الايه السبيكتروم. ايه هي الام اي سي اللي احنا كنا عايزين نعرفها؟ يعني ايه ام اي سي؟ يعني مينيمال انهبيتوري كونسنتريشن. يعني ايه؟ يعني اقل كونسنتريشن للانتي بودي هيقدر ان هو ينهبيت الجروث اوف بكتيريا. طب الام اي سي ده يعني انا لو عندي بكتيريا ريزيستنت للكاربابينم ريزيستنت للميرونام، جيت انا اديت العيان 10 كيلو ميرونام، طب هل هيبقى انهبيتد؟ طبعا هتبقى انهبيتد، طبعا هتبقى انهبيتد، بس العيان هيموت من الميرونام. فيبقى بالتالي لازم يكون في سيف رينج، الرينج ده هو السيف ده هو اللي بعده
ما ينفعش استعمل المضاد الحيوي. فلو انا العيان كان هو سسبتبل لكن اكسيدد الرينج، يبقى انا ما ينفعش استعمل الدواء ده. فاخترع ان في مينيمال انهبيتري كونسنتريشن اللي هو اقل كونسنتريشن انهبيت، ويبقى الدواء سيف اقدر استعمله. في حاجه اسمها زون دايمتر، والزون دايمتر اللي انا حاطط الصوره بتاعته دي يعني ايه؟ علشان خاطر اللي ما اشتغلش مايكرو، فني المايكرو بيجيب الطبق اللي هو البيتري ديش ويبدا ان هو يرش كل البكتيريا يعملها سوابينج على الطبق، وبعد كده يحط الديسكات بتاعت الانتي بايوتيك اللي موجوده دي. كل ديسك عباره عن فلتر بيبر غطسان في انتي بايوتيك، اول لما بتحطه بيبدا يعمل ديفيوجن حواليه. فكل لما تكون قريب من الديسك يبقى التركيز عالي جدا، كل لما تبعد يبقى التركيز يقل. فلو شفنا الساعه 4 ده عامل كومبليت مش قادر يعمل انهيبيشن للبكتيريا، فده انتي بايوتيك ريزيستنت. اللي عند الساعه 3 او عند الساعه 6 ده انتي بايوتيك سسبتبل. ليه؟ لانه نجح ان هو يعمل انهيبيشن لكل الاريا حواليه. فطالما عمل انهيبيشن لكل الاريا حواليه، فبالتالي يبقى معنى كده ان هو ايه، ان الانتي بايوتيك ده سسبتبل. بس انا بعرف منين ان هو سسبتبل؟ ان انا بجيب مسطره واقيس الدايمتر بتاع الايه، الزون اوف انهيبيشن. بس في نقطه، انا لما هاجي اقول للتكنيشن او الدكتور اللي في المعمل ادخل بالمسطره وقيس، طب ما ممكن يغلط في القياس، ولو غلط في القياس بدل ما يخلي الانتي بايوتيك ريزيستنت هيبقى سسبتبل، او بدل ما يخليه انترميديات هيبقى ريزيستنت. فيبقى الكلام ده كرود يعني مش دقيق، ناهيك عن ان انت لما بتيجي تفرد الافلام ممكن ما تفردش البكتيريا صح، او ممكن الخلطه بتاعتك يبقى تركيز البكتيريا اعلى او اقل، فبالتالي بيحصل لخبطه. علشان كده ده مش الجولد ستاندرد. الجولد ستاندرد هو ان انت بتعمل اوتوميتد سيستم اللي هو بيعمل نفس الرياكشن اللي احنا بنعمله ده، بس في ايه، في الكروت. وده الاوتوميتد سيستم اللي موجود عندنا في دار الفؤاد اللي هو الفايتل. ان الكروت دي في كارت للايدنتيفيكيشن عشان يايدنتيفاي البكتيريا مش قصتنا، وفي كارت للسسبتبيليتي في الانتي بايوتيك محطوط بتركيزات مختلفه. فلما بتحط جرعه ثابته من البكتيريا وبيقدر ان هو يعمل انهيبيشن، يقدر ان هو يقول لي التركيز اكزاكتلي اللي حصل فيه الانهيبيشن للجروس، فيطلع لي رقم اللي هو احنا بنسميه الام اي سي. فيبقى اذا الام اي سي الفايل سي. ايه المشكله في الام اي سي؟ مشكله الام اي سي ان هو على الرغم من ان هو جميل جدا وحلو جدا وهو ده الجولد ستاندرد بره، الا ان في مصر قيمته مش مهمه قوي. كلام غريب، بس ايه السبب ان هي والقيمه مش مهمه قوي؟ لان احنا في مصر للاسف كل البكتيريا طالعه ريزيستنت ريزيستنت ريزيستنت، فالرقم بيبقى عالي. فهو ده اللي يرجعنا ان احنا نعرف نشوف هل في تولز ثانيه ممكن نستعملها للتشخيص. ماشي. طيب التولز اللي احنا بنستعملها الثلاثه دول موجودين في دار الفؤاد. اول واحد ده التشخيص بتاع الرابيد دايجنوستيك بتاع الفايرال انفكشن، ده موجود في دار الفؤاد اكتوبر. الجين اكسبرت ده اللي بيدي فيه كارب ار، والبايو فاير ده موجود في دار الفؤاد اللي هو بتاع مدينه نصر. طيب الجين اكسبرت فيه حاجه اسمها كارب ار اللي هو فيه نفس جينز اوف ريزيستنس اللي اتكلمنا عليها، اللي هي موجوده في بتاعه الكاربابينيميزس وموجوده في البايو فاير. ده الجزء التحتاني من الـ من الـ من الـ من الـ من السلايد. هتلاقي سي تي اكس ام وامب وفيم وكي بي سي وميك اي وان دي ام واوكسا. يبقى اذا انا لما هيطلع لي تقرير جين اكسبرت هيطلع بنفس الحته التحتانيه، لو هيطلع لي تقرير بايو فاير هيطلع التقرير ده كامل. فانا لما هاجي اشوف انا ازاي اقرا المزرعه او اقرا البايو فاير ده ازاي، اول حاجه انا عندي كليبزيلا نموني مور ذان 10 تو ذا باور 7 وعندي ستاف 10 تو ذا باور 4. لما يكون الكولوني كاونت طالع قليل يعني 10 تو ذا باور 4 او 10 تو ذا باور 5 ودي عينه lower respiratory tract يعني endotracheal tube، دي ممكن يبقى colonizer عشان الكاونت قليل وفي بيبر اتعملت على كده. لكن لما يكون عندي حاجه مور ذان 10 تو ذا باور 7 فده معناه ان التركيز عالي، فانا افكر ان هو في الاغلب ان ده ايه؟ ان ده ترو انفكشن. بعد كده بشوف هل عندي البكتيريا سي تي اكس ام مكتوب ديتكتد، يبقى انا عندي اي اس بي ال، يبقى انا عندي لازم اعلى حاجه اكتر من اي اس بي ال. بعد كده عندي فين، يبقى انا عندي ميتالو بيتا لاكتاميز، يبقى انا لازم ادي دواء للي بيشتغل على الميتالو بيتا لاكتاميز. عندي ان دي ام ده ميتالو بيتا لاكتاميز ثاني. عندي اوكسا 48 ده بيشتغل عليه سيفتازديم ابيبكتا. يبقى انا لو عايز اعالج العيان ده انا عندي اوكسا 48 ده بيشتغل عليه السيفتازديم ابيبكتا،
والسي تي اكس ام سيفتازيم ابي بكتب، لكن الفيم والام دي ام دول محتاجين استريونام معي، يبقى انا مضطر ادي سيفتازيم ابي بكتب مع استريونام، او ادي حاجه من اللي بتشتغل على كل البلاسس دي زي التايب سايكلين او الكوليسترول. بس انا دي لو عندي نمونيا كليبزيلا نموني يبقى لازم ادي كوليسترول اي في وانهيت. والجايد لاينز الجديده بتتكلم على ان انا ما ينفعش اعالج الكاربابينم ريزيستنت بكتيريا بسنجل ايجنت الا اذا لو كانت سنسيتيف للنيو بيتا لاكتام بيتا لاكتاميز انهبيتور زي سيفتازيم ابي بكتب او الميروبينم فابوربكتب او الايميبينم ريليباكتب. لكن الكلام اللي هو بتاع الجايد لاينز الامريكاني غير الجايد لاينز الاوروبيه. الجايد لاينز الامريكاني بتقول ممكن تستعملهم، الاوروبيان بيقولوا خلي بالك ان السيفتازيم ابي بكتم لو مشيت عليه مده طويله ممكن يحصل ريزيستنس، فعشان كده دايما بيريكومند ان هو لازم يدي تو ايجنتس، لازم يدي تو ايجنتس. يعني ايه؟ يعني يدوا ايجنت زي سيفتازيم ابي بكتب معاه انذر ايجنت علشان خاطر ان هو يحميه علشان لو حصل ريزيستنس. فهنا انا لو هاجي عايز ادي، انا المشكله ان هنا اصلا مش سسبتبل لسيفتازيم ابي بكتب، لكن لو انا عايز ادي، انا مثلا مصطفى هتلاقيني عمري ما بدي سيفتازيم ابي بكتب لوحده. ليه؟ علشان الجريك جايد لاينز اوف جريك سوسايتي بتاع الانفكشن ديزيز اللي هم اقرب ناس لينا بيقولوا ما تديهوش لوحده والا هيحصل ريزيستنس. انما الاي دي اس اي بتقول ممكن ان هو ايه يتاخد لوحده. دي اول نقطه. تاني نقطه، انا هنا علشان خاطر عندي ميتالو بيتا لاكتاميز فاحط حاجه تشتغل على الميتالو زي الاستريونام، واحط لازم معاه حاجه تعمل له بروتكشن اللي هو سيفتازيم ابي بكتب. ماشي. طيب ايه تاني ان انا هعمله؟ اعمل ان انا لو مش عندي سيفتازيم ابي بكتب استريونام او مش قادر اشتريه يبقى هستعمل تايجيسايكلين، مع ان انا احط مع التايجيسايكلين حاجه زي الكوليسترول. يعني يا تايجيسايكلين يا كوليسترول. طب ينفع تايجيسايكلين لوحده؟ لا، الجايد لاينز بتقول ما ينفعش. ينفع كوليسترول لوحده؟ بيقول ما ينفعش الا في حاله خاصه جدا مش تصفتنا دلوقتي. طيب تعالى نتفق على كم مزرعه كده. انا لو عندي المزرعه دي انا عايز اقراها. انا عندي المزرعه دي يورين كلتشر، اول حاجه 10 تو ذا باور 5 ايكولاي. طالما مور ذان 10 تو ذا باور 5 يبقى دي في الاغلب ترو انفكشن. طالما العيان زي ما انا كاتب لك عنده ديسيوريا، الاقي العيان سنسيتيف للاموكسيلين كلافولانيك اسيد وسيفيبين وسيفوبيرازون وسيفوتاكسيم وسيفتازيديم وترايموسوبريم سلفا وجنتامايسين وبراسيلين تازوباكتر. ماشي. طالما العيان عنده الحاجات دي تمام، يبقى اذا طالما العيان عنده الحاجات دي يبقى اذا انا عندي هختار ايه؟ هختار اقل انتي بايوتيك. ده علشان الستيوردشيب. طالما سسبتبل لكل الحاجات انا هختار اقل انتي بايوتيك، ممكن مثلا ادي اوجمنتم فور اكزامبل. هنا انا عندي زودوموناس ايروجينوزا سسبتبل تو ميروبينم. لو انا عندي البكتيريا سسبتبل للكاربابينم يبقى انا هستعمله. يبقى انا لما بيكون عندي حاجه سسبتبل للكاربابينم خلي بالك يبقى انا هستعمل الكاربابينم بس. امال مين البكتيريا الثانيه اللي كنا قلنا بنتكلم عليهم من شويه انهم بتبقى سسبتبل للكاربابينم؟ اللي هي تي اس بي الز. البكتيريا اللي عندها اي اس بي ال بتبقى سسبتبل للكاربابينم، ولكن يعني هي سسبتبل للكاربابينم ولكنها احنا قلنا ان ممكن تبقى سنسيتيف للبروسيلين تازوباكتم او السيفيبين. واتعملت ستادي اتنشرت في 2018 اسمها الميرينو ستادي. الميرينو ستادي اللي كانت بتقول ان في ماركت دروب في المورتاليتي في استعمال الميروبينم كومبيرد للبيبراسيلين تازوباكتم. المشكله ان الاستادي دي وقفت قبل ما تكمل. يعني ايه؟ قالوا في دروب المورتاليتي رهيب حوالي 30%، فبالتالي احنا هنبدا نقول ايه؟ وقف الاستادي، ادي كاربابينم لاي واحد عنده اي اس بي ال بكتيريا. الارجيومنت اجينست ذس ستادي ان قال لك لا، ده احنا ممكن يكون العيانين دول بسبب البور سيلكشن، وانتوا استعملتوا اصلا في بروسيلين تازوباكتم ريزيستنت بكتيريا، استعملتوا لهم في بروسيلين تازوباكتم، فدي كانت بيبر ظالمه. واحنا لما بندي في بروسيلين تازوباكتم للعيانين اللي عندهم اي اس بي ال، وفي بيبر نزلت من ثلاث اسابيع حتى في اليو تي اي قالوا بيجيب نتيجه مذهله ويمكن احسن من كارباتين. ففي ستادي ثانيه اتعملت ان هي ممكن ان انا ادي للعيانين دول كاربابينم فيرسس بيبروسيلين تازوباكتم للعيانين اللي عندهم اي اس بي ال بكتيريميا. الاستادي دي شغاله دلوقتي اسمها بيتر بان، موجوده في اسرائيل وموجوده في ايطاليا.
فالستادي دي مهمه جدا لانها هتضرب الايه؟ المارينو ستادي. ومعنى الكلام ده ايه الابلكيشن عليكم؟ هتلاقوني انا غيرت البراكتس وانتم مش واخدين بالكم في المستشفى. ايه؟ ان انت لما تلاقي بيبروسيل انت زوباكتم، بيبروسيل انت زوباكتم سسبتبل بكتيريا والام اي سي بتاعها قليل، انا ممكن استعمله حتى في البلاد ستريم انفكشن. او لو كان حاجه انفكشن الانيكلم بتاع البكتيريا قليل. ايه الانفكشن؟ الانيكلم بتاع البكتيريا عالي، حاجه زي النمونيا. يبقى النمونيا دي بيكون البكتيريا لود بيكون عالي. فبالتالي انا ما بحبش ان انا استعمل معاها حاجه زي البيبروسيل التاتوبات. لكن غير كده لو عندك يو تي اي ويوروسيبسس، يعني ايه؟ يعني عندك بلاد ستريم انفكشن سببه بلاد ستريم انفكشن، سببه يورينري تراكت انفكشن، ساعتها من فضلك انت ممكن تدي الايه؟ البيبروسيل التاتوبات. ماشي؟ فبالتالي انا ممكن استعمل، ودي بيبر شغاله دلوقتي ستادي اسمها بيتر بان. انا علشان خاطر اعدي الحكايه دي، انا لما بيكون عندي بكتيريا زي الايكولاي سنسيف للمزرعه اللي انتم شايفينها، ده انا قايل لك دي حاله نمونيا طالعه في السبيوتر، سنسيف للسيبرو، سنسيف بيبروسيل انتازوباكتم، توبراميسين، ميروبينم، ليوفلوكسين، سيفوكسيتين، سيفتراكسون، ايتابينم، امسولين، كلافيرونيك اسيد، وريزيستنت للتايجوسايكلين وريزيستنت للترايمزوبريم سلفا. الايكولاي الريزيستنت للتايجوسايكلين دي مش كومن. فخلي بالك لما تلاقي بكتيريا طلعالك في المزرعه، طلعالك في المزرعه وهي ريزيستنت لحاجه مش الطبيعي انها تبقى ريزيستنت فيها، يبقى انت شك في المزرعه ان ممكن تكون المزرعه غلط. ومفيش معمل ما بيغلطش، مفيش معمل ما بيغلطش. فانت بيكون هدفك ان انت تختار اول حاجه لما تيجي تمسك المزرعه، انت مش مهمتك ان انت تدور ايه الانتي بايوتيك السسبتبل وتديه، انا عمري ما ببص كده. انا مهمتي ان انا ابص على الكلتشر اعرف ايه الميكانيزم اوف ريزيستنس اوف بكتيريا، لان بناء على الميكانيزم اوف ريزيستنس انا هقدر اعرف الايه؟ ايه البكتيريا عندها ايه؟ فانا اتارجت بانتي بايوتكس اللي بتضرب الجين ده، ما لم يكن انا عندي ايه؟ الجينز اوف ريزيستنس. ماشي؟ ده تقرير الفايتك اللي بيطلع عندنا. ماشي؟ انا لما هاجي امسك تقرير الفايتك، هي الام اي سي في امريكا مهمه جدا. ليه؟ لان انت بتلاقي ان في حاجات الام اي سي قليله، وفي حاجات الام اي سي نص ونص، وفي حاجات عاليه. لكن في مصر المشكله الحقيقيه ايه؟ ان ده التقرير التقليدي اللي بيجي لنا من كل المزارع، اللي هو ايه؟ اللي هو ام اي سي طالع ريزيستنت 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 مور ذان 64 مور ذان 16 مور ذان كل حاجه. فبالتالي بتكون المشكله ايه؟ ان انت ما بتعرفش يعني احنا المشكله ان احنا لو كنا جبنا البايتك ده استعملناه من 20 سنه ولا 15 سنه كتير كنا استفدنا منه زي امريكا. انما احنا المشكله ان احنا الام اي سي عندنا بيطلع ريزيستنت لكل حاجه ما عدا مثلا حاجه زي التوبراميسين. مكتوب لحضرتك هنا ان هو سسبتبل وطالع اربعه، مكتوب كوليسترين ليس ذان 0.5، وان كان في قولان على الفايتك مع الكوليسترين، بس خلينا مش قصتنا دلوقتي. ترايمزوبريم سلفا ريزيستنت. طب انا لما باجي اختار انتي بايوتيك، انا لما بختار انتي بايوتيك بختار انتي بايوتيك على اساس ايه؟ هل بختاره على الام اي سي؟ الاجابه لا، لان الام اي سي ده رقم. انما بختاره على اقرب ام اي سي للبريك بوينت. يعني ايه؟ يعني احنا شايفين هنا التيكر سيل المكتوب اكتر من 128، السيفتازيدين اكتر من 64، الايميبينم اكتر من 16، الميروبينم اكتر من 16. يعني معناها ان الام اي سي هنا الارقام دي عاليه لان البريك بوينت بتاع الانتي بايوتكس مختلفه. يعني ايه كلمه بريك بوينت؟ بريك بوينت يعني النقطه اللي تحتيها الانتي بايوتك ده سسبتبل واعلى منها الانتي بايوتك ده ريزيست. فبالتالي انا عندي مشكله. ايه هي؟ ان انا عندي الميروبينم ده لو عندي الام اي سي 4 اور ليس هسميه سسبتبل، ماشي، او ليس ذان 4. لو عندي الميروبينم 8 ده اللي ممكن استعمل عليه الاكستندد انفيوجن بتاع الايه؟ الميروبينم. المشكله دلوقتي لو انا طلع لي ام اي سي بتاع البكتيريا الام اي سي بتاعته 2، فاتنين دي هي نص الاربعه، يعني نص البريك بوينت. لكن لو الايميبينم مثلا البريك بوينت بتاعته اربعه وطلع الام اي سي ربع،
فكلمة الرقم 0.25 أو الربع ده بعيد قوي عن البريك بوينت، بينما في الميروبينم الرقم ده قريب من البريك بوينت. فلما أنا أجي أختار، أنا هختار الرقم اللي بعيد عن البريك بوينت بتاعتي عشان أصعبها. السيفتازيدين طالع 64، لو السيفتازيدين اللي طالع 64 الام اي سي طلعت 32 يبقى ده نص البريك بوينت، لكن الميروبينم لو طلعت 4 فهو ريزيستنت. فاللي انا عايز اقوله ان ما ينفعش اقارن 4 بتاعت الميروبينم ب 32 بتاع السيفتازيدين، لان البريك بوينتس مختلفه. امال بتقارنها ازاي؟ بعلاقه الرقم بالبريك بوينت ده. فلو انا البريك بوينت بتاعتي 64 فور اكزامبل وانا جبت 32 فانا نص البريك بوينت، لكن لو البريك بوينت بتاعت 4 وانا جبت 4 فعلى الرغم ان رقم 4 ده اقل الا ان هو 4 ده يعتبر ايه؟ ريزيست. فاحنا لما بتيجي الجايد لاينز بتقول ايه؟ خصوصا الجايد لاينز الجديده بتاعت الاي دي اس اي بتقول لك اختار اخر ريكومنديشن في الجايد لاين بتاع الاي دي اس اي اخر واحده بتقول لك لما تيجي تتعامل مع بان دراج ريزيستنت بكتيريا اختار الانتي بايوتكس الريزيستنت اللي تكون قريبه من البريك بوينت. وبناء عليها اقول صعبه ما قلتهاش قبل كده، ايه هي؟ ان بما ان انا بتعامل مع ام اي سي بيطلع لي كل الارقام اكتر من 128 اكتر من 16 اكتر من 64 اكتر مش عارف من كام، فهو بيديني زي انفينيتي. فانا كده مش هقدر ان انا اعرف انهي واحد اقرب للبريك بوينت، لان كل واحد بيديني اكتر من عامله زي انفينيتي. وانما انا لازم ارجع، وهو ده كان موضوع البحث ودي الفكره اللي عملناها مع العيال، ان انا ارجع للزون دايمترز، لان الزون دايمترز دي اقدر اقيسها اسهل من الايه؟ من التقرير بتاع الام اي سي، وبالتالي اقدر ان انا ادي الدواء اللي يفيد العيان. ماشي؟ اتفقنا؟ واضحه النقطه ولا صعبه؟ طب مصطفى هو انت حافظ البريك بوينت بتاعت كل انتيبايوتيك؟ البريك بوينتس دي بتبقى مكتوبه في ورقه بتتغير سنويا، اللي هي بيسموها الام 60 بتاع السي ال اس اي. سي ال اس اي ده المركز اللي هو المسؤول عن ان هو يدي ريكومنديشنز. هو بيدي ريكومنديشنز على اساس ايه؟ خلي بالك دي نقطه مهمه دكتور خالد، ان هو كل سنه بيجي يقول ايه؟ بيجي يقول دكتور خالد طعيمه من مستشفى دار الفؤاد قال لي ان هو على الرغم من ان الميروبينم كان الام اي سي 4 الا ان نص العيانين اللي ادالهم ميروبينم ماتوا. فبالتالي لما بتدي الداتا والاستاديز بتاعتك للسي ال اس اي بيجي السنه اللي بعدها يقول والله انا حاسس كده ان انا لما بخلي الميروبينم ام اي سي 4 العيانين بتموت، انزل بالام اي سي، فبدل ما يبقى 4 يبقى السنه اللي بعده ام اي سي 2. يعني هو بيشفت البريك بوينتس دي على حسب الكلينيكال ايه؟ الكلينيكال داتا اللي بيديها له الريسيرشرز والكلينيشنز. فهي رقم متغير كل سنه بيحصل ابديت من السي ال اس ار. انا في حاجات حافظها بسبب شغلي، لكن انا مش المفترض بيا ان انا احفظها، المفترض بيا ان انا افتح السي ال اس اي واعرفها وتريت اكوردنج، لكن مش المفترض ان انت تحفظ. وان كانت مش تخصص الانفكشن دي تخصص المايك. ما نضغطش على دكتوره اماني تحطها في الريبورت، نعملها يا فندم. خلاص دكتوره اماني اهي قالت، اصل دي مهمه ان انت لما تعرف البريك بوينت كام عشان تعرف تقرب مين اقرب للبريك بوينت. كمل يا دكتور. تمام. فهنا ده اكزامبل مثلا لحاله طلع كاربابينم ريزيستنت سسبتبل بازل كوليستين وسسبتبل للتوبراميسين وانترميديت لريفامبين. هو انا ممكن استعمل الريفامبين لكاربابينم ريزيستنت بكتيريا؟ ايوه، في ستاديز كتير بتتكلم على الريفامبين للسينرجي للكاربابينم ريزيستنت بكتيريا وان كنا ما استعملناش. انا ساعات بستعمل حاجات زي كده بس في حاجات ليميتد كيس، ليميتد كيسز مش في كل الايه؟ مش في كل العيانين.